البطولة نيجي من آخرها كده نتكلم عن البطولة وبعد كده نخش بقى في أجواء إحنا لعبنا إزاي وعملنا إيه. كلميني كده البطولة والميدالية الذهبية اللي إحنا شايفينها معلقينها كده جات إزاي، فردي تحت 19 سنة ساعدته البطولة أول إزاي؟ بص، هو أنا الميدالية دي بصراحة يعني أنا تعبت كتير قوي السيزون ده عشان أقدر إن أنا أخدها. يعني أنا السيزون بتاعي كان من أصعب السنة دي لأني بلعب تحت، يعني بلعب سينيور وجينيور ويوث، دول بلعب يعني مع الكبار والناشئين والشباب. فانا بدايه السنه كانت مع بطولات سينيور، بس ده باختيار فني عشان بس انت بتلعبي في اعمار مختلفه، فانت المفروض ما ترتقيش قوي كده عشان ما يبقاش منافسات صعبه عليك. بس احنا خدنا ذهب عادي، يعني ده نعمل ده مع الكبار 19 سنه. هو انا من الاربعه كبار ومن الاربعه بتوع الجينيور والاربعه بتوع اليوث، يعني فمن اول السنه كانت بطولات سينيور بس، بطولات مؤهله لطوكيو والحمد لله اتأهلت. وبعد كده كان في بطولة عالم جونيور كانت قبل البطولة دي بشهرين. البطولة دي متوفقتش فيها قوي طبعا بسبب ان كان يعني السيزون كان صعب جدا، وبس كان كل التارجت بتاعي كانت على البطولة اللي انا اخد فيها اول دي الحمد لله. عملنا كافة استعداداتنا قبل انطلاقها، وانا عايز احصد ميدالية، يعني ما عنديش حاجة غير ان انا كمان اخر سنة ليا، يعني دي تحت 19 سنة وانا عندي 18، فكانت دي اخر سنه ليا في السن ده. فيعني طبعا الحمد لله ربنا كرمني ان انا يعني اخدت احسن نتيجه فيها.